بسم الله، النهاردة هنتكلم على منهجيات تبادل البيانات في البيم، اللي هي البيم داتا شيرنج ميثودولوجيز. بلاقي ان انا عندي اكتر من نوع. الصورة اللي قدامكم دي من دكتور بلال سكر، عندي اكتر من نوع. اول حاجة البيم اكشينج، ده احنا بنتبادل بيانات. احنا الموديل الالف وموديل ب. موديل الالف بعد ما اشتغلنا عليه صدرناه مثلا اكس ام ال او سي اس في او دي جي ان او دي دبليو جي او بي دي اف للموديل الثاني، فهو الموديل الثاني بدأ يسحب الملفات دي عنده بحيث يقدر يستفاد منها. بس الطريقه دي في كميه كبيره جدا جدا من البيانات كده لا يتم عمل المشاركه ليها، او في نقص في البيانات اللي بتتبدل، او في فقدان للبيانات اثناء عمليه تبادل البيانات. اللي بعد كده هو عبارة عن تشغيل بيني، اللي هو بيبقى في عندي الموديل الاولاني بعد ما بيشتغل، هو مثلا شغال ببرنامج معين التاني مش قادر يفهمه فبيعمل اكسبورت، فالتاني بيعمل امبورت ويشتغل، وبعد كده عايز يدي للراجل الاولاني فبيعمل اكسبورت والتاني يعمل امبورت عنده. وليكن مثلا الموديل الاولاني مثلا شغال في مدينة والتاني في مدينة تانية، فمتفقين ان انا مثلا كل اسبوع هعمل اكسبورت للموديل ابعته له يبدأ هو يسحبه عنده ويبدأ يشتغل عليه. ده احد الاساليب، وده في بطء وفي فقدان للمعلومات. الحاجة اللي بعد كده اللي هي الاسلوب الفيدرالي، او ان يبقى في اتحاد للشغل او في اتحاد للبيانات، ان انا هبدأ اعمل لينكات بينهم بحيث ان الموديل الاولاني شايف الموديل التاني ومفيش فقدان للمعلومات، احنا الاتنين موجودين على نفس السيرفر. حتى لو ده في دولة وده في دولة نقدر يبقى في سيرفر موجود الاتنين اشتغلوا عليه ويبقى احنا في لينك بيننا. وده اعتقد اغلب الشركات شغالة بالاسلوب دوت، يعني مفهوش مشكلة ولا معضلة. انت بتعمل يبقى عندك فرض ان انتوا الاتنين شغالين على نفس البرنامج، بيبقى عندك ده شغال على موديل وده شغال على موديل وفي لينك بينهم بحيث ان انتوا شايفين بعض، وبحيث ان اي تعديل يحصل هنا يظهر عندي هناك. الاسلوب اللي بعد كده اللي هو داتا انتجريشن، هو موديل واحد بنشتغل عليه كلنا وبنقدر ناخد منه مثلا موديل لاي حاجه تانية، يعني مثلا ناخد منه موديل معماري، موديل انشائي، يعني ناخد منه اي موديل احنا نحتاجه نلاقيه موجود هناك. مثلا ممكن تكون انت محتاج موديل لإدارة المبنى بعد ما خلص شغل، عايز تاخد موديل للمحاكاة الحرارية أو المحاكاة الإنشائية، أو تاخد منه موديل للإدارة أو موديل للتكلفة. تمام، وده يعني ما أعتقدش إن حد وصله لأنه يعتبر زي ليفل 3، بس تلاقي ناس كانت بس فيه إن هي شغالة في مشاريع ليفل 3، بينما مفيش أصلا ليفل 3 حتى الآن. يعني بريطانيا بتقول إن إحنا هنوصل له والشركات كلها تبقى شغالة بيه على 2025. الناس دي لما بتقول حاجة بتقولها، يعني قالوا في 2016 أغلب الشركات هتبقى شغالة بيم في بريطانيا، وفعلا تقريبا قدروا يوصلوا للمرحلة ديت، أو أغلب الشركات اللي عايزة تشتغل مع الحكومة أو عايزة تاخد مشاريع كبيرة اتحولت في بريطانيا للبيم. تمام، النوع الخامس اللي انت بتدمج بين اسلوبين، يعني ممكن تاخد مثلا النوع الاولاني مع التاني معاك في الشركة، مثلا المعماري والانشائي شغالين مع بعض بالاسلوب الفيدرالي او باسلوب مثلا اي اسلوب، وبينما انت شغال بداتا اكشنج مثلا مع الام اي بي، لان الام اي بي ده موجود مع شركه تانية والمدير عندك مش عايز يتبادل معلومات مع الشركه التانية دي، متخاصمين مع بعض وكده. تمام، ده المنهجيه بتاعه تبادل البيم. اتمنى يكون الموضوع سهل، وانتظرونا في فيديو تاني ان شاء الله.